بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. أحبتي الصيادلة في ميدان التدريب، يسعدني أن أشارككم اليوم في خواطر و introduction lecture about the community pharmacy training stage 1. يعني ممكن نسميه هو التدريب بين واقع الممارس الصيدلانية والمستقبل المنشود، وهو نفسه المادة المطروحة لتدريب واحد في الجامعة الهاشمية. أنا الدكتور مهند عودة، أستاذ مساعد في كلية الصيدلة في الجامعة الهاشمية، مدير مركز الأبحاث الريادي The Pharmacy Management and Pharmaceutical Care Innovation Center اللي مقره في جامعة الهاشمية، والمستشار الاستراتيجي لجامعة كوينز. طب الآن الأوتلاينز اللي بدنا نحكي فيها اليوم هي Basic Rule of Thumb، General Field Training و Specific Issues Related to Hashemite University. راح أركز اليوم على الجنرال فيلد تريننج، وفي تسجيل آخر حنتعمق أكثر في الرول اوف ثامب، وفي تسجيل مختلف حتساعدني وأتشرف إنها تكون موجودة الدكتورة روان أبو دلو بالحاجات السبيسيفيك والكورس أوتلاين المتعلقة في الموديول في الجامعة الهاشمية. In general, rule of thumbs accountable behavior versus negative mindset، منظومة معينة من البيهيفيورز مقابلها منظومة من النيجاتيف مايند سيت، تنشرح إن شاء الله في فيديو ثاني. الثيوري فيرسس براكتس، دير بالك اللي أنت بتتعلمه في الجامعات أو بتتعلمه في المحاضرات أو في الوركشوبس هو ثيوري، واقع الميدان هو براكتس. فالثيوري هو قد يكون مستقبل المأمول، البراكتس هو الكرنت فيلد. لو سألتك وسألت أي حدا هل واقع الصيدلة في الأردن يعني مفرح أو يدعو إلى الفخر أو واقع مشرف، أترك الجواب لك. وعشان هيك بتعرف أنه إحنا ليش في تدريبنا منزيد كومبوننتس معينة ومنحاول ندرس الطلاب على شيء يعني يكون ذا فائدة أكثر بجميع الفاكتورز هيومانيستيك كلينيكال وإيكونوميك أوتكمز للسيستم وللبيشنت وللفارماسيست. طب الـ current practice versus global and best practice ممتد من هذا، الـ practice الحالي هو الـ current practice، الثيوري هي مش ثيوري هي actually يعني global and best practice موجودة في بريطانيا وفي كندا وفي معظم الدول المتقدمة. احنا بنحاول انه نعمل في تدريبنا موازنة بين واقع الصيدلة في الأردن وواقع الصيدلة في البلدان المتقدمة، واللي نأمل في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أنه نلحق في هذا الركب. هلأ في فاكت أنه no way to handle all knowledge and skills you need طالما أنك أنت في سنة ثالثة، ولا حتى لما تأخذ شهادة البكالوريوس. الآن كل السكيلز اللي حنمر عليها الآن كويس أنك تعرفها، لكن حتى تكون ماستر لإلها وتكون يعني very fit حتحتاج تخلص البكالوريوس وحتحتاج برضو كمان سنوات من الخبرة. فإحنا الآن يعني ننير لك الطريق، أوكي؟ we show you the best practice, we show you the roadmap, it's up on your shoulder to train and to practice this knowledge and skills. في حقيقة مهمة إنه مش كل الناس اللي أنت بتشوفها بالصيدلية هم الـ actual patients لإلك. في مادة مهارات رعاية واتصال نشرحهم بالتفصيل. الآن هذا الكلام لازم تعرفه عشان ممكن يجيك في الامتحان، موجود في السلايدات وأنا هحكي. المرضى اللي أنت بتهتم فيهم بشكل البروفيشنال اللي هشرح لك إياه لاحقا هنا، هما واحد patient who asks you، المريض اللي بيجي يسألك عن معلومات ويسألك عن استفسارات وهو مهتم بتلقي المعلومة، هذا is your patient. 2 the chronic patient اللي انت بدك تعطيه وصفة وحيرجع لك بعد أسبوعين يجدد الدواء، وحيرجع لك بعد شهر يجدد الدواء، فهذا your patient. البيشنت الثالث اللي هو الكوموربيديتي بيشنت، المريض اللي معه أكثر من مرض، فهنا من الإثيكس إنك أنت تبذل عليه مجهود سبيشال. البيشنت الرابع هو البيشنت الريسك، هاي ريسك بيشنت، سواء كان الديزيز تبعه ريسكي ديزيز
او الكونديشن تبعه ريسك كونديشن، يعني الاولد ايج مثلا هو بحد ذاته هذا ريسك فاكتور، الكانسر مثلا ريسك كونديشن، فهذول الاثنين هما سبيشال بيشنتس فور يو. البيشنت الاخر المهم هو، او مش المهم، اللي هو يور اكتشوال بيشنت، اللي هو البيشنت اللي الكوست تاعت علاجه مكلفه او عاليه او كوست سنسيتيف. هذا الان بقيه المرضى يور كاستمرز، بس ممكن مساعد الصيدلي يكون اخبر منك في التواصل معاهم، او ما انت بتطبق عليه كل الجايد لاينز وكل السكيلز اللي حنعلمك اياها، لانه واحد بالله عليك جاي على الصيدليه بده ياخذ بنادول ويمشي، ولا بده ياخذ مضاد حيوي ويمشي، ولا بده ياخذ شغله ويمشي، لا هو مستعد يسمعك ولا عنده حاجه انه يسمعك، ولا في اجبار يعني بالهيلث كونديشن تبعه انه يسمعك. فهذا يعني كاستمر للصيدليه، بس مش بكون من ال 20% اللي انت بتهتم فيهم وبتعملهم مواعيد وبتتابعهم، واللي بسموهم في يعني في بريطانيا هذول ال 20% بكون لهم ملفات بالصيدليه، اسمائهم ومواعيد زيارتهم، وبكون يعني بكون بيشنت للصيدليه، اسمه مسجل حتى بوزاره الصحه هناك، اسمه مسجل انه باخذ ادويته من هاي الصيدليه. فالان هذه هي الفكره اللي لازم تعرفها. كثير طلاب في التدريبات السابقة بيجيبوا لك دكتور كل هذا اللي حكيت لنا إياه، مش لكل المرضى، فقط لفئات معينة من المرضى اللي حكيت لكم إياه. طب الآن النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها هي الدومينز في الترينينج. عندك بيسك دومين، كوميونيكيشن دومين، مانجمنت كومين دومين، وغايدلاينز دومين. هاي هي المهارات بشكل عام اللي تحتاجها انت خلال تدريبك في الصيدليه سنه ثالثه ورابعه وخامسه ولما تتخرج. فالبيسك دومين انك تتعامل مع التريد نيمز، تتعامل مع اللوكال دراج ستورز والمانيوفاكتشرز، المصنعين المحليين والعربيين والعالميين، الذي كور ميديكال ايشوز اللي هو موجود عندك في تريننج واحد اند ترين، وكور او تي سي ريليتد برودكتس تريننج 2. الاو تي سي ريليتد برودكتس، الفيتامينات، المكملات، اشياء التجميل اللي بتنباع مباشر، الحليب ومشتقاته، ما ينزل على السوق من ادويه جديده، كلها تحت مظله الاو تي سي. بعد ما تدرس ماده الاو تي سي تاخذ تريننج 2 سبيشاليزد في الاو تي سي. من المهارات الاساسيه الاخرى ريدنج البريسكريبشنز، انشورنس ديسبنسنج فورمز، وصفات التامين كيف تصرفها، basic concepts الكوست والفارماكو ايكونوميك ريليتد ايشوز. لان هاي جميعها مهارات بيسك دومين يجب انه اي حدا يعرفها، والبيسكس تاعتها مشتركه بين الصيدلي ومساعد الصيدلي، واي حدا بده يكون موجود في الصيدليه لازم يكون عارف هاي البيسك دومينز. كوميونيكيشن دومين، هون بنرتقي شوي. الكوميونيكيشن دومين الهدف في التدريب انك انت تشوف الفيلد براكتس، يعني you witness live interaction مع البيشنتس، مع الفارماسيتس، مع الميديكال ريبس والسيلزمان اللي بيجوا على الصيدليه، مع الاطباء اللي بيكتبوا وصفات او بيتعاملوا مع الصيدليه. فهذا البيبل فاكتور والكوميونيكيشن سايد. يو شود لما تكون موجود في الصيدليه اندرستاند السوشيال والايكونوميك والاذر سوسيو سوسايتي اند ريال لايف فاكتورز. طب من الكوميونيكيشن دومين مهم، والان هاي عشان مهم حط لك عنده نجمتين، اللي هو البيشنت اديوكيشن والبيشنت كونسلنج. رجاء انت صيدلاني بروفيشنال، البيشنت كوميونيكيشن والبيشنت اديوكيشن مو حاجه بسيطه، فيها انواع. مثلا ممكن يكون بيشنت كونسلنج ريليتد للديزيز كونسلنج، فارماكولوجيكال اند نون فارماكولوجيكال ريليتد كونديشنز، كيف انت تعمل بيشنت كونسلنج لمريض الازمه، كيف تعمل بيشنت كونسلنج لمريض الديابيتس بالمرض تبعه، هذا دومين او سب دومين. سب دومين الثاني ميديسين ريليتد كونسلنج، الدواء اللي باخذه المريض شو فيه له محاذير ومعايير. طبعا هاي كلها الان في يعني لاحقا بنعلمك او نقول لك من وين بتلاقي الجايد لاينز والريفرنسز لها. الآن مثلاً جامعة الهاشمية مع منصة سندي عملت الموسوعة الإرشادية لكل أكتيف مولكيول، لكل أكتيف إنجريدينت البيشنت كونسلينج ريليتد للميديسين، بده يكون فيه الأساسيات، استخدام الدواء، كيفية استخدام الدواء، الأدوية والأطعمة التي يجب مراعاتها، تحذيرات، هنا بتيجي مثلاً الحامل والدراج انتراكشنز وتوابعه، أعراض جانبية تحتاج انتباه سريع
call your doctor away if you notice these side effects. حتى إدارة السايد إفكت لا يكتفي أنك صيدلاني تكون عارف السايد إفكتس، بدك تكون عارفها بمستويات، مستوى يستوجب انتباه الطبيب وتحويل المريض على الطبيب مباشر، مستوى متوقع لكنه طبيعي. فأنت لما تعمل patient counseling على medicines بتقول والله هذا الدواء إذا عمل معك هذا السايد إفكت مباشرة روح الطبيب، ومتوقع أنه يعمل هذول السايد إفكتس وهم يعني متوقعات، لا تجزع ولا تخاف، ممكن يصير معك هاي الأعراض الجانبية. الإيجابيات للدواء مقارنة بالآخرين والمحددات للدواء مقارنة بالآخرين. لما نتقدم شوي حنرجع نحكي بالديتيلز أكثر عن patient counseling. دومين سب دومين آخر في البيشنت كونسلينج اللي هو patient centralized management. شوفوا هذا very advanced، سنة رابعة إن شاء الله بتدرسوا مهارات اتصال ورعاية صيدلانية communication and pharmaceutical care. هنا بيجي لي professional communication skills engagement motivational interviewing، قضايا متعلقة بالadherence والpatient beliefs لquality of life والcost issues. فهذا متقدم إن شاء الله في لما تدرس المادة بالطبق في تدريب 2. الآن الدومين الثالث اللي هو management domain، الآن insurance related issues. الآن في كان basic domain dispensing، الadvance هو قضايا شركات التأمين والاتفاقيات مع التأمين بشكل يعني إداري. regulation and authorities، هنا regulation والauthorities نحكي عن ضريبة الدخل، بنحكي عن لجان التفتيش سواء التابعة للنقابة أو مؤسسة الغذاء والدواء أو الترخيص تبع البلديات أو الجهات اللي بتيجي audit author. اللوز القوانين الضابطة تشمل قانون العمل وقانون الصيدلة والمداواة وجميع القوانين اللي بتدرسها بمادة التشريعات. الستاندرد إثيكس اللي أنت لازم تكون واعي لها، هاي من المانجمنت سايد. فارماسي مانجمنت سيستمز، أنواع السوفت ويرز اللي تستخدم لإدارة الصيدليات موجود الآن في سوق الأردن، سمارت وفالكون وجالاكسي يوني أوردرز مثلا وأدفانس كلاود سيرفيسز إلى آخره، يعني هاي أمثلة وليست للحصر. قضية الستوك مانجمنت، كيف تعمل الأوردرز، كيف تشوف الإكسبايرز. الأوبريشن مانجمنت، الدفعات اللي بتدفعها للشيكات، الدخل مقابل المصاريف، توظيف الصيادلة بالصيدلية وإدارتهم وتدريبهم وتطويرهم. بينزل هذا البند مستقل لأنه التطوير والتدريب عملية يعني people management مش فقط operation management. الستاف recruiting development and leading the staff in the pharmacy، هذول كلياتهم من المهارات اللي مطلوبة منك في إدارة الصيدلية. ما أتوقع أنك أنت الآن سنة ثالثة تكون عارف كل هاي المهارات، بس أنا بورجيك الرود ماب إنه أنت يعني شو المهارات اللي لازمك. اللي بتهمنا وحنركز عليها هي الـ guidelines and evidence based practice، لأن هذا evidence based practice هو الواقع اللي موجود في دول العالم المتقدمة وهو اللي بنأمل إنه ندخله على الأردن بالتدريج. اللي فوق كلياته إلى حد ما بشكل أو بآخر موجود، هذا هو ما يعني نأمل أن نراه في المستقبل. طيب الآن أنا بحب صراحة كل فيديو يكون مدة 12 ل 13 دقيقة، فحتوقف بهذا الفيديو هون وأكمل في فيديو ثاني متخصص وسبيسيفيك في الغايدلاينز والإفيدنس بيزد براكتس. فإلى أن ألقاكم في تسجيل آخر أستودعكم في أمان الله. تكلمنا باختصار عن الدومينز تاعت الفارماسي، البيسك دومين، الكوميونيكيشن دومين، والمانجمنت دومين. أجلنا الغايدلاينز لمحاضرة تانية وعرجنا على الرول اوف ثامز. إلى أن ألقاكم في تسجيل آخر أستودعكم في حفظ الله ورعايته.